الله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بعده وفى بعد. إخواني الكرام، نوثق الآن المناظرة التي ليست مناظرة، هي رد كان على رد على بعض الوهابية حينما احتج بقضية الصوت هذه. هنا أنه أحمد احتج أو أثبت الصوت لله، فأنا ردت عليه في يعني رد كتابي، ثم سجلته في 3 أجزاء، ساعة و قليل يعني، لكن كان رد شفهي بدون توثيق يعني، كما ترون هنا. لا قديم، إذا قلت محدث أو مخلوق، معناته الله لم يكن في الأزل بعلم، أنا بجهل عياذ بالله، لأنه عكس العلم. فهذا هو، أنا الآن أوثقها. طبعا نحن الآن في المجلس الثاني، أنا يعني سجلت نصف ساعة لكن ما اكتملت معي الوثائق، لأن الوثائق كثيرة. لاحظوا هنا، هذه وثائق يعني مرقمة إلى تمامي، لكن طبعا يعني ليست ترتيب تسلسلي، لكن في فرق يعني بين الوثيقة والوثيقة. إذا نبدأ على بركة الله. أحاول أن يعني أنا قرأت في المجلس الماضي 7 من وثائق، الآن ألخصها وأكمل أكمل ما سبق، ما بقي يعني، وما تبقى أكثر طبعا هو مما قرأنا، لذلك أنا إن شاء الله لن أطيل عليكم. نثبت هنا أن الوهابية انتقائيون عن أحمد نفسه، الذين يحتجون بأنه أحمد أثبت الصوت لله. طيب ما أنتم تعال شوف في صفة الكلام نفسه، الأحمد يقول كما هنا أنه ينزه الله على أن يتكلم بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان، ويستشهد على ذلك بأنه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، لاحظ أنه وتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين، لاحظ. بينما يعني يريد أن يقول هنا أنه وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير إيش أن يقول، يعني من غير أن يتكلم بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. بينما ابن باز كما ترونهم يقول لك تنزيه الله عن اللسان والحنجرة هذا، وعن الجسم بشكل عام، هذا ليس مذهب أهل السنة بل هذا مذهب أهل الكلام المذموم. لاحظتم هذا الخلاف الأول. ابن الإمام أحمد بن حنبل أيضا ينزه الله عن الجوارح، لكن الله يدي إن الله يدي ليستا بجارحتين، وأيضا ينزه الله حتى لما يقول إن لله وجه، لكن لا كالصور المصورة والأعيان المخططة. لاحظ، وليس معنى وجه معنى جسد ولا صورة ولا تخطيط. لاحظ، ومن قال ذلك فقد ابتدع. لاحظتم هذا في طبقات الحنابلة من أبي يعلى نقلا عن الاعتقاد منبل. أيضا أنكر على من قال بالجسم، وتركيب على من يقول بالجسم، يعني الله جسم. ليش؟ بالله، لأنه الجسم موضوع على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة، والله خارج عن ذلك كله. بينما تعال شوف الفوزان، مش بيقول لك تنزيه الله عن الجسمية، بيقول لك هذا لم يرد نفي الجسم والشكل، لذلك بيقول لك هنا ننزهه عن الجسمية والشكل والصورة، هذا ينقله بين قوسين إلى قول الخصم، فيرد عليه بقوله هذا ليس مذهب السلف، أنه لم لأنه إيش أنه هم السلف ينفون ما رفاه الله عن نفسه ولم يرد نفي الجسم والشكل. طبعا أنا في التسجيل السابق يعني بيّنت أنه هني أصلا الوهابي غير ملتزمين بإثبات ما أثبته الله لنفسه، إنما هم يزيدون ألفاظ، يقول استوى بحد، استوى بذاته، كذا إلى آخره. طيب نكمل. أيضا الإمام أحمد يقول بأن القرآن ليس محدثا، لاحظ هذا نصه هنا، ليس محدثا. ويتأول آية وما ما آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بيقول لك المحدث الذكر هنا منكر، فهو ليس القرآن، إنما القرآن إذا جاء الذكر معرف، مثل صاد والقرآن ذي الذكر، هذا نعم هذا قرآن، لكن هنا ما يأتيهم من ذكر هذا منكر، وهذا ليس القرآن. بيقول لك بعدين من موضع الشاهد القرآن ليس محدثا، بينما بن شمس وشيخه ابن عثيمين ايش بيقول؟ لا، القرآن تكلم الله به حين انزاله، لاحظ يعني انه محدث، وهذا بيصرح عليه. لاحظ، والصحيح ان القرآن محدث، هذا ردا على السفاريني الحنبلي اللي عم يشرح عقيدته. هؤلاء الوهابية مضحكون جدا،
يأتون ليشرحوا للطحاوي يردون علي، ليشرحوا للسفاري يردوا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيقول لك القرآن وكل قرآن قديم، السفاري ويقول لك لا، صحيح أنه محدث أو حادث. إذا كان الله حين إنزاله المفارقة، هذا ابن شمس لما ناظر هذا المغربي في هذه التي نشرها الأخ المغربي، قال القرآن، لما سأل القرآن حادث تهرب من الجواب، قال هل هو أزلي؟ قال لا. طيب كيف؟ قال لأنه تكلم الله به حين إنزاله. طيب قال له هل هو حادث؟ فتهرب. قال ابن عثيمين يقول عنه حادث. فقال ابن شمس أنا ليس لي علاقة بابن عثيمين، تبرأ من شيخي. فمين العمال يكتم اعتقاده؟ هذا ابن شمس يقول لك الأشاعرة يكتمون اعتقادهم بأن القرآن مخلوق، تكتم ان القرآن حادث. شوفوا هذه المناظرة بيعمل عليها تسجيل، هي بكل تسجيل، ما استطاع، ما تجرأ ان يقول القرآن حادث، مع انه هذا يقولونه. شوف لاحظ، وهنا ابن عثيمين يحتج بهذه الآية انه يأتي من ذكر من ربه محدث، اللي تأولها احمد ويقول لك لا، من تأولها بانه محدث انزاله او كذا فهذا تحريف. لاحظتم هذا الخلاف الثاني في صفة الكلام ايضا. وطبعا هنا ايضا انا شرحت هذا، ما بدي ارجع اعيده، انه قضيه القران محدث وكذا، لكن هون لاحظ القران ايضا من علم الله. القران بيقول لك كلام الله، ومن قال انه فهو كافر. ليش؟ انه القران من علم الله. واذا تزعم ان القران حادث، تزعم، اذا انت تزعم ان علم الله حادث. وهذا إذا، ولذلك هنا في مناظرة، في المناظرة لما قيل له كما في هذا الكتاب رد على الجميع بيفتخر فيه الوهابي، بيقول لك قيل لي يومئذ في فتنة خلق القرآن، كان الله ولا قرآن؟ فقلت له على وجه الإنكار لهذا القائل، كان الله ولا علم؟ تقول كان الله ولا قرآن؟ ما كان الله ولا علم، لأن القرآن كلام الله من علم الله، وعلم الله قديم أزلي، وبالتالي القرآن أيضا قديم أزلي. فهو ما بيفرق تقول والله قرآن حادث وليس مخلوقا، لأنه عم بيجعل القرآن، بيقول لك كان الله ولا قرآن. إذا بتقول كان الله ولا قرآن كما يقول المعتزلة، معناتها كان الله ولا علم، يعني الله بالأذى الجاهل والعياذ بالله. بعدين حدثت وصفة العلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. فهذا خلاف ثالث للوهابية. لا، بيقول لك هذا دمشقي دائما بيقول لك هل تقول بأن الله ما زال يقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا شرحته في المجلس السابق. أيضا نأتي إلى قضية أنه لما هذا المناظر تبعي قال الإمام أحمد قال بأن من ينكر الصوت لله فهو جهمي. قلت له بعض السلف كفروا أقل من ذلك. من زعم، لاحظ هذه قضية، هذا كتاب السنة للخلال، كفروا من ينكر أثر الإقعاد عن مجاهد، اللي هو هذا أصلا إسناده ضعيف كما يعترفون هنا. شوف كل الروايات تبعه إسناده ضعيف. لاحظ هذا، إنه في مجاهد قال في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلس على عرشه. لاحظ اسناده ضعيف، وهنا ايضا هذا اثر ثاني، لاحظ 9 اسناده ضعيف، وهنا ايضا طبعا هذا اسناده صحيح، يعني القول هذا انه من يرد هذا فهو متهم على الله ورسوله، وهو عندنا كافر. لاحظ اثر ضعيف، من ينكره فهو كافر يقتل. لاحظ وانه ايش؟ انه شوف، فهو كافر بالله العظيم، وما حكم عندي إلا قتل، في إنكار حديث ضعيف اللي هو حديث الإقعاد، إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، أنه الله جالس على العرش وبقي 4 أصابع ليجلس نبيه عليه، هكذا يقول. هذا الأثر الضعيف، أثر مجاهد. أنت ما يصح عن مجاهد لم تأخذوا به، لما صح عنه إلى ربها ناظر قال منتظر السوق، قال صح عن مجاهد ذلك او لا؟ هذا قول الجهميه. لما صح عن مجاهد انه ما يكشف عن ساق عن شده، قال دمشقي لا، هذا قول الجهميه، لم يصح عن مجاهد. مع انه هو نفس الاثر، السند الى مجاهد هنا، ما يكشف عن ساق عن شده، هو ورقاء عن ابن مجيح عن مجاهد، عدناه 1000 مره، هو نفس الاثر اللي ايش؟ اللي جاء عن ورقاء عن ابن مجيح عن مجاهد استوى على نفس السند، هون صحيح استوى على عند الوهابي،
ويوم اكشف عن ساق عن شدة ضعيف. نفس السنة تشوف مع الانتقائية. طيب هون إذا يكفرون، لاحظ هؤلاء يكفرون بعض أهل الحديث أو بعض السلف أو كذا، يكفرون من ينكر هذا الأثر عن مجاهد الأثر الضعيف، ويجعلونه مستحق للقتل و إلى آخره، ويجعلونه جهمي. هون أنا بدي أوصل لقضية أنه جهمي، لاحظ أنه شوف أنه هؤلاء كانوا يثبتونه، يريدون مغايظة الجهمية. طيب أنا بكرة بدي أسجل حلقة بدي أسجل حلقة اجمع كل شيء يغيظ الوهابية من آثار في تأويل الصفات، آثار ولا ضعيفة موقوذة منقطعة متردية، أو آثار في التوسل والاستشفاع والاستغاثة بغير الله، واعمل عليها حلقة وسجلها. ليش؟ إغاظة لأهل البدع مثلهم، شوف إغاظة للجهمية، أيضا بدي يغيظ المجسمة. شوف على شوف شوف المهم هلا هذا الاثر انه من ينكره فهو كافر يقتل وكذا الى اخره. طيب تعال شوف مين ينكره وهو جهمي ايضا. شوف هذه اللجنه الدائمه، هذه هديه لهذا ياسر لطفي ابو عقل المطفي كما يقول له هذا ياسر احمد ال صالح. شوف بيقول لك لما سئلوا عن هذا اثر اقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، بيقول لك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الاثر المروي عن مجاهد فهو اثر منكر كما نص عليه غير واحد. مين قال؟ بكر ابو زيد الفوزان، ابن غديان، عبد العزيز بن باز، وعبد العزيز ال الشيخ. فاذا هؤلاء كلهم يستحقوا القتل وكفره حسب كلام هذا كتاب السنه للخلال. انت ما بتقول كيف تنكر حديث الصوت وقد نصوا على ان من انكره، نص احمد على من انكره فهو جهمي كافر. طيب ما هنا نصوا على من انكر هذا الحديث الاثر الضعيف انه هو من الجهميه ومتهم ويكفر وعلى 24، ومع ذلك هاي اللجنه الدائمه الفوزان وابن باز قال لا هذا حديث منكر. طيب ايش كمان؟ ايضا وهذا هنا الالباني، اصلا الالباني بيقول لك اصلا هذا مخالف لحديث الشيخين، حديث الشفاعه عند البخاري وغيره. لاحظ انه لاحظ انه لكن ثبت في الصحاح ان المقام المحمود هو الشفاعه، وليس قضيه انه هو كما جاء في هذا اثر مجاهد انه يجلسه على العرش. بيقول لك حتى عن مجاهد اصلا هو الثابت عن مجاهد، قضية الشفاعة لاحظ، وهو الثابت عن مجاهد اللي هو تفسير مقام المحمود بالشفاعة لاحظ. وبيقول لك هذا الذي روي عن مجاهد هذا فيه الليث والقتات وجابر بن يزيد كله، بيقول لك وهؤلاء مضاعف، الأولان مختلطان هذا الليث وعطاء بن السائب، والآخران ضعيفان، بل الأخير متروك منهما، مع أنه هذا وأنه حديث البخاري لاحظ أنه إيش، أنه هذا تفسير الشفاعة، تفسير المقام المحمود بالشفاعة لاحظ، حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذه هدية لإيش اسمه هذا، عم نرد عليها، اللي عم نجهز الرد عليها هذا إيش اسمه هذا، اللحظة أيوه هذا كشف تحريف سعيد فودة لحديث الجاري لفضيلة الشيخ محمد خشاب، هذا عم جهزه ولا رد ممتاز. هذا بيقول لك كيف الشيخ سعيد فدا بيروح بيرجح روايات خارج الصحيح لحديث الجارية ويترك حديث الصحيحين؟ شوف انت شو عملته هون، شوف انت شو عملته في قضية، شوف انه ورد في الصحيحين حديث الشفاعة انه الشفاعة هي المقام المحمود، ولا انتو لا هو اجلاسه على العرش. او طبعا بعض بيقول لك لا هو لا مانع من الجمع بين الاثنين. طيب ايضا هذه هنا احاديث الصوت عند هو احتج هذا اللي ردت عليه على الواتساب، احتج بهذا الاثر انه اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء. طيب نزيل لتحت هذا الرقم 536، لاحظ فيه عن عنت المحاربي كان يدلس، ومع ذلك يقول لك الالباني صحيح. كيف صحيح؟ كيف يدلس؟ لو كان ليس على هواه كان يقول لك لا لا فيه مدلس، ليس فقط المحارب مدلس، الأعمش أيضا مدلس. لاحظ طبعا هنا هو بيحتج بقى الوهابي بأنه هاي أحمد يقول بأنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة. لاحظ هنا تشبيه صريح، صوت الله كجر السلسلة على صفوان. إذا بجيب سلسلة تحطه على صفوان هذا الحجر الأملس وبتعديه بتجره، تسمع الصوت اللي بيتكلم الله به ينطق الله به مثل هذا الصوت، شبيه له. كيف عم بتقول لي بلا تشبيه ولا تجسيم ولا ولا اني طبعا الوهابي بيقول لك لا بلا تمثيل،
يعني هو بيشبهه بس مو بدرجة 100%، 95%، ما فما دول، أو 99 فما دول. بيجي عم يقول لك الأشاعرة مشبهة، يا أخي شبهة ثم عطل. إكواع بتقول في تشبيه، شو سامع له صوت. لسه في روايات أخرى إنه صوت الله كإيش، كالرعد. هو في نفس هذا الكتاب سلسلة كصوت الرعد، طبعا بيرد عليه هذا المحقق، هذا القحطاني بيرد عليه. المهم هون بيقول لك إنه هذا ابن شمس بيحتج بيه، لك شوف الإمام أحمد قال إنه هذا الحديث الجهمية تنكره، إنه إذا تكلم سمع له صوت كجر السلسلة. وقال هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس. لاحظ، لكن يكمل الكلام، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. أي هو يتكلم عن صفة الكلام، لكن هو الظاهر الذين كانوا في عهده إنه كانوا يتصورون انه مثل كان تصور الوهابي ان الكلام بحرف وصوت، اذا وطالما الله يستحي ان يتكلم بحرف وصوت فاذا الله ليس متكلما. لا، هو لا يلزم منه الكلام بحرف، ان يكون الكلام بحرف وصوت. طيب هذه مساله اخرى. على كل، لاحظتم؟ فهذا هو، هذا اذا المحاربي مدلس. وهنا ايضا لاحظ، طبعا هذا كل هذا من كتاب السنه، كتاب السنه هذا اللي هون، هذا الذي قال انه احمد انه هؤلاء الكفار الذين أنكروا هذا الحديث سمع له صوت كجر السلسلة. طيب تعال كتاب السنة نفسه كله على بعضه، هذا فيه راويان مجهولان، وهذه سبق أن أتينا بها. شوف هذا السمسار، وفي هذا محمد إبراهيم العراوي. لاحظ السمسار بيقول لك بحثت كثيرا في المصادر لم أجد له ترجمة إلا في واحد شبيه به اسمه محمد أبو بكر السمسار، لكن هذا محمد ابن الحسن محمد، لقى واحد اسمه محمد ابن الحسن ابو بكر السمسار، بينما هذا ايش اسمه، هذا اسمه محمد ابن الحسن ابو النصر. والثاني هذا بيقول لك هذا الهروي لم اعثر له على ترجمة. وعلى كل، لاحظ هون يبدأ اصلا باثار انه لماذا كفر بان من قال بان القران مخلوق؟ بيقول لك لان القران من علم الله، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من علم، يعني من القران. لاحظ، فاذا انت تزعم ان القران محدث او مخلوق كانك تقول ان علم الله محدث او مخلوق، فهنا لا يفرق ان تقول القران محدث او مخلوق، ما بيجذبوه هذول. ايضا هون بيحتجوا ايضا بانه احمد قال في روايه المروزي ايضا انه قال له عبد الوهاب الوراق، قال لاحمد من زعم ان الله تكلم بلا صوت فهو جهمي عدو الله. فتبسم ابو عبد الله وقال ما احسنها ما قال عافاه الله، يعني انه اقره على ذلك. طيب قلنا نحن قول احمد عن شيء انه هذا قول الجهميه ما ليست نهايه الكون، هو في اقوال عن السلف قيلت قالها السلف، وقال احمد انه اقوال انه هي قول الجهميه. مثل ايش مثلا؟ شوف ايش قال عنوان هذا في باب الرد على الجهمية، بيان ما جحدت الجهمية من قوله تعالى إلى ربها ناظرة. فقالوا، شوف مين قالوا؟ الجهمية. قالوا إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها. شوف، فقالوا إنما تنتظر الثواب من ربها. وقال هون تحت هذا المحقق جاب كلام عن ابن بطة أنه وقالت الجهمية إن معنى قوله إلى ربها ناظرة الانتظار. لاحظ بيقول لك، بيعقب ابن بطة بيقول لك فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء وكذا إلى آخره. بيروح بيجيب على ابن مندة أيضا في الرد على الجهمية، وكلام أيضا للدارمي في الرد على المريسي الجهمي العنيد أيضا أنه في تأويل الانتظار الناظرة بالانتظار، أنه هون ينقلوا الرؤية. طيب تعال شوف أفرجيك أنه تنتظر الثواب من ربها. شوف مين قال به، مين قال به؟ قال به مجاهد. لاحظ، لاحظ في أسانيد كثيرة، واعترفوا، واحد ألف بحث، واحد من الوهابي ألف بحث عن، راح ينظر إنه هذه الأسانيد صحت، يقول لك نعم صحت منها ثلاثة، إنه إلى مجاهد إنه ناظرة أي منتظرة الثواب. لاحظتم كل هذه؟ فإذا وأحمد يقول بأنه من يقول بهذا فهو إيش؟ جهمي. وابن بطة يقول من يقول هذا يكون خالف جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء. أوف، خش كله. افترض اني انك قلت لي قال مجاهد استوى على، فقلت لك هذا القول يخالف جميع لغات العرب.
ده فورا بتقول لي: وهل المجاهد لا يفهم لغات العرب؟ وهل المجاهد الذي اخذ القران عن ابن عباس؟ نحن في المجالس السابقه فريناكم ان ابن عباس نفسه ما بياخذوا فيه اذا كان القول لا يعجبهم، مثل يوم يكشف عن ساق على شده بعشر اسانيد ورد عن ابن عباس قال: لا، قال دمشقي هذا لم يثبت. ضعفه الشيخ الهلالي، الشيخ العظيم، الشيخ فضيله الشيخ الهلالي في كتاب منهل الرقراق، فيما روي عن الصحابه في الساق. ولما جبنا له انه في نفس هذا الكتاب يضعف الهلالي، يضعف السند الى مجاهد ورقاء عن مجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق على شده، هو نفسه هذا اللي هو استوى على ورقاء عن مجيح عن مجاهد استوى على، بيقول لك: لا لا لا، قال لي دمشقي، قال لي: شو خصني بالهلالي انا؟ انا ما دخلني بالهلالي، تبرأ منه فورا. مع انه كان في فيديو ثاني عمال يثني عليه لما كان عم يقول لك انه هذه الساق، تأويل الساق بالشدة قول المعتزلة. طيب هون أيضا لاحظ، هاي ابن خزيمة إمام الأئمة، شوف كيف بيقول لك: من لم يتحرى العلم قال إن الله خلق آدم على صورتي، يعني على صورة الرحمن، بيقول لك: لا، على صورة هذا المضروب، هذا الشخص المضروب. لاحظ وإيش بيقول لك بعدين؟ بيقول لك: لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. إذن هو أول أنه من خلق آدم على صورتي، يعني ليست على صورة الله ولا على صورة الرحمن. طيب تعال أفرجيك أحمد إيش يقول بهذا، هذا تتم الكلام هون. هون المحقق بيجيب لك كلام أحمد، بيقول لك: نص أحمد على صحيح هذا الحديث، وأنه في رواية أبي طالب: من قال خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. إذن هذا ابن خزيمة يقول بأنه خلق آدم يعني على صورة هذا الشخص أو على صورة آدم، وهذا تأويل ابن مندى أيضا على صورة آدم يعني. وبالمناسبة هذا وافق عليه الألباني، تأويل حديث الصورة، لأنه الألباني يقول لك: الله ليس له طول وعرض وكذا، وهذا صحيح يعني. وهذا يدل على أن الألباني لما عاش معنا في الشام تأثر، كما يقول وهابية، تأثروا البيئة الأشعرية عندنا في الشام يعني. هذا من بقايا يعني الأشعرية يعني التي أثر بها المفروض. طيب هون أحمد أيضا استغاث بالملائكة. شوف لما ضل الطريق فقال: يا عباد الله دلونا، يا عباد الله دلونا على الطريق. لاحظ يقول لك هذا حججت معه خمس حجج، في بعض الحجج قال إيش لما ضل الطريق، لاحظ أنه قال: يا عباد الله دلونا على الطريق. مين هذول عباد الله؟ بيقول لك الألباني يفسرك، بيقول لك: هذا العباد إنهم الملائكة في الأرض، إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة. وهون بيقر على إنه هؤلاء ليسوا رجال الغيب ولا الأولياء، لكن إيش؟ لكن المراد بها إنه الملائكة. طيب وهو بيعترف إنه هذا إسناد صحيح إلى أحمد، إنه يا عباد الله دلونا على الطريق، هذا إسناد صحيح. بيقول لك: لكن هذا ليس إيش؟ ليس من قبيل الاستغاثة بالأولياء، إنما فقط هذا الحديث اصلا معناه يا عباد الله دلونا على الطريق، يعني انهم المقصود به الملائكه. طيب تعال افرجيك انه الملائكه اصلا، انت عندك الملائكه الاستغاثه بهم كفر وشرك. لاحظ هنا تسال اللجنه الدائمه عن الاستغاثه بالجن والملائكه، بيقول لك: هذا شرك اكبر مخرج من مله الاسلام. لاحظ وهذا هنا الكلام اوضح يعني. لاحظ الاستعانه بالجن والملائكه، لاحظ، والاستغاثة بهم شرك أكبر مخرج من الملة. وطبعا هون الكلام بطوله من فتاوى ابن باز، يسأل عن الاستغاثة بالملائكة فبيقول لك إنه هذا غير صحيح أو غير مشروع. لاحظ إنه: فكيف بمن يدعو الجن والملائكة ويستغيث بهم؟ فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركا. لاحظتم؟ وهنا أيضا يقول لك إنه أيضا من اتخذ ملكا أو نبيا أو يستغيث به فقد وقع في الشرك الأعظم. لاحظ، وإنه الشرك العرب الجاهلية كانوا بهذا أشركوا، إنه تعلقوا بالأنبياء والأولياء والملائكة. لاحظ، راح يطلق خط أصفر تحت الملائكة، لأنه هذا رد على الألباني، بيقول لك: معلش، الإمام أحمد استغاث بالملائكة. لاحظ أن التعلق بالأموات والملائكة والجن، لاحظ، من عمل أهل الجاهلية المشركين ومن أقبح الشرك. طيب إذا كان يا أحمد أنت نفسك عم بتقول فعل شيء هو من أقبح الشرك، حتى هون
حتى هون هلا ستاتي معنا، هيك جاءت هذه قضيه ايش؟ انه سالته نفسه هذا اللي انت ما عم تنقل عنه، انه هذا عبد الله، هذا ناقل كتاب العلل، ايه عبد الله، مو هيك؟ انت ما عم بتنقل انه عبد الله نقل عن احمد انه قضيه الصوت. طيب عبد الله نقل عن احمد بيقول لك سالته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك، ليس المنبر فقط، لانه ممكن يتساهل بالمنبر هذه او كذا، الوهابي او احمد بيل او ابن تيميه قال يعني جاء عن بعضهم وكذا، لكن بالقبر هون يفعل مثل ذلك. شوف ايش بيقول لك تحت، هذا عيد عباسي، هذا من ايش؟ وصي الله ابن عباس، بيقول لك لا، هذا ايش؟ بيقول لك لا لا، تبرك هذا قول غريب. نشوف المرجع مين، بيقول لك لا، جواز مس قبر النبي هذا قول غريب، لم اجد احدا نقله عن الامام احمد. طيب ما هو نقله؟ هذا صاحب كتاب العلل عبد الله. لاحظ، لا لا لا، بيقول لك لا، هذا من اصول الشرك كله، محافظة على التوحيد، اتفق الائمة على انه لا يمس القبر ولا يقبله، كله محافظة على التوحيد، فانه من اصول الشرك بالله اتخاذ قبور مساجد. وهون اكثر من ذلك، تعال افرجيك ابن باز كيف بنص هون. شوف ابن باز لما نقل ايش؟ نقل عن احمد انه، لاحظ هذا ابن حجر ينقلها بفتح الباري، انه نقل عن احمد انه سئل عن تقبيل القبر، عن مس عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره، فلم يرى به بأسا. وهذه جبناها لما رددنا على ايش؟ على هذا شو اسمه، هذا البحريني، هذا الحسيني، لما قال شوفوا الإمام الشافعي جاء إلى في قضية التمسح بالأركان الكعبي، قال إنه هذا من البدع ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. جبنا أثبتنا إنه أصلا هو بتر الكلام، وأيضا لم ينقل هذا دمشقي الصفحة كاملة من فتح الباري، لأنه لو نقلها لتبين إنه إيش أحمد يقول، إنه لم يرى بأسا بتقبيل القبر. شوف ابن باز هلا محل الشاهد هون، ابن باز ايش بيقول لك؟ بل بدعة، وأحمد ليس مشرعا. إذا خلاص ليش عم تجيب لي إنه أحمد أثبت الصوت؟ أثبت الصوت كيف؟ بأدلة ولا من غير أدلة؟ إذا بأدلة ننظر في هذه الأدلة، إذا من غير أدلة خلاص أنت عم تقول من غير أدلة، وأحمد ليس مشرعا. هم طبعا يقولون نحن اثبت الصوت باحاديث الصوت، حديث ابن مسعود. طيب هذا حديث ابن مسعود هلا الان ساريك انه ضعيف. يعني ابن الالباني الان ساريك قضيه التوسل، بيقول لك لا نعم، هذا طبعا هنا الكلام اوضح. لاحظ هنا بيقول لك ايش؟ هذا كلام فتح الباري، انه احمد لما سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم يرى به باسا، بيقول لك احمد ليس مشرعا. اذا لماذا تحتج لي باحمد انه اثبت الصوت؟ احتج لي بما احتج به احمد. يعني انت اذا تريد تثبت الصوت لله، قل لي انه الدليل على ان الله تكلم بصوت حديث كذا وكذا وكذا، ولاقشك فيها. لذلك انا لي تسجيل على قناتي، قلت لهم انت يا دمشقية تحتج بالبخاري الذي اثبت الصوت، ولا تحتج باحاديث اوردها البخاري تدل على اثبات الصوت؟ إذا تحتج بالبخاري فالبخاري ليس مشرعا، ومن النبي نفسه يقول لا يؤخذ الاعتقاد عن مثلي عني ولا عن من هو أكبر مني، إنما يؤخذ عن الكتاب والسنة. لاحظتم هذا؟ أنت يعني احنا ما بنحتاج إلى شيء نرد عليهم، يعني هني بيردوا على أنفسهم. لاحظ هون هذا واحد وهابي عمل إنه المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أمة المذهب، بيرجع بيقول لك محل الشاهد، بيقول لك التبرك بالقبور، لاحظ انه هاد ينافي التوحيد. لاحظ هذا بيقول لك هذا اهل التوحيد والسنه ينكرون ذلك، وذهب اهل البدع الى جواز تقبيل قبور الانبياء والصالحين. اذا احمد من اهل القبور والبدع، ليش عم تحتج اللي فيه لك؟ مشرك عندك. طيب الان مثلا هون التوسل مو هذه مظبوطه كان مشتغل. طيب توسل بالصالحين، توسل أحمد يقول بالتوسل. لاحظ، مع أنه هذا بيعتبره أنه لا، الألباني يعتبره أنه لا، هذا بدعة أو أنه لا يصح لا يجوز. شوف هوني ابن تيمية لا يعترف فقط عن أحمد، لك ليس فقط أحمد الذي أجاز التوسل، لا، بعض الصحابة والتابعين، وعن الأحمد وعن الإمام أحمد. لاحظ أنه
توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه قال اسالك بنبيك، وقال انه المقصود به اسالك يعني اتوسل بنبيك يعني بايماني وبمحبتي، وبذلك انه من اراد هذا المعنى يعني قال اسالك بنبيك واراد انه بايماني ومحبتي يقول لك هذا فهو مصيب، وبذلك لا يبقى نزاع، يعني اجاز حتى ان تقول اسالك بنبيك، وانه لكن بشرط انه تقصد انه اتوسل اليك بايماني وبمحبتي. إيه طيب، ما هو من يقول بهذا هكذا يعني يقصد، لكن انا اشوف. وقد نقل المروزي، قد نقل في منسك المروزي في يعني هذا الحج الذي نقله المروزي عن احمد، شوف دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اريكم كلام الالباني، لاحظوا هذا، لاحظوا كتاب التوسل للالباني، لاحظ ايش بيقول لك. وقد قال ببعضه يعني بالتوسل بعض الائمه، فاجاز الامام احمد التوسل بالرسول وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن كشأننا في جميع الأمور أنه نأخذ بالدليل. لاحظتم؟ إذن المرجع هو الدليل. أريكم بقية كلام، لاحظوا هذا هنا كلام الألباني، هذا كتابه، لاحظ. ولكن كشأننا في جميع الأمور الخلافية ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال. إذن هون أيضا في الصوت أيضا لا تحتاج لي بأنه قال أحمد أنه الله يتكلم بصوت، قل لي ما دليل أحمد؟ دليل الأحاديث، بيّن الأحاديث أنه ضعيفة، أنت تصححه خلاص، أنت قل بها إذا رأيتها صحيح، لكن مع التنزيه. هو أنه قال ابن حجر عسقلاني قال أنه هذه الأحاديث إذا صحت في الصوت يصار إليها مع التأويل أو التفويض، هنا لا مانع. أصلا الحنابلة كما يعني بينا أنه أصلا هم ينزهون الله عن الجسمية مع قولهم بالصوت، مع أنه الصوت هو أصلا ارتطام اللي هو حركة الهواء بين جسمين، وهذه أوردها ابن قدامة، قال فإن قلتم أنه الهواء هو الصوت هو هواء بين جرمين أو بين جسمين، فقال نحن لا نقول به هذا في الشاهد أو في المخلوق. وأنا لي مقال إن شاء الله سأنشره طويلا عن هذا الأمر، طيب، عن قضية الصوت عند الحنابلة، على مجموعتي وليد بن صلاح، مجموعة محاضرات ومناظرات وليد بن صلاح. لاحظ هنا المفارقة أخرى، أن نشوف أحمد قال أنه وجاء ربك أي جاء ثوابه، هذا ينقله ابن كثير في البداية والنهاية، ويقول البيهقي أنه إسناد لا غبار عليه. هون إيش بيرد عليه الفوزان، بيقول لك لا لا، البيهقي عنده شيء من تأويل الصفات أشعري، فلا يوثق بنقله في هذا الباب لأنه ربما يتساهل. هذا إيش قاله في تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهب، هذا الشيخ فوزان. بينما البيهقي نفسه لما بينقل في كتابه الأسماء والصفات، وهذا أنا سجلت عليه محاضرة، شوف بينقل أنه استوى استقر على ابن عباس بسنده، هذا الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح، وهذا السند لاحظ يطلق عليه هذه سلسلة الكذب. هذا من قال به؟ هذا الحاشدي محقق كتاب الأسماء والصفات وليس الكوثر، يعني انه استوى استقر هذا قاله ابن عباس لكن بهذا السند، لاحظ اللي هو بسلسلة الكذب. لا، هون بيأخذ به انه حتى ولو رواه البيهقي، هون ما بيصير البيهقي انه عنده شيء من ليش؟ لاحظ بيقول لك وانظر الى هذه قصيدة ابن القيم النونية، النونية ليست كالنونيات كما يقول شيخنا اخونا الشيخ عبد القادر، اخو الشيخ عبد القادر الحسين، يعني صديق وزميل يعني حفظه الله، ورأى انه بعضهم قال هذا شيخك يعني هو أكبر مني قليلا، لكن طيب، لكن درسنا في الأزهر وكذا. روى البيهقي، لاحظ بيقول لك هذا الشارح هذا في هذا واحد اسمه ابن عيسى توضيح المقاصد، بيقول لك لما قال ابن القيم وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران، روى البيهقي من طريق محمد بن مروان الكلبي عن أبي صالح انه استوى استقر، اللي هو ايش قال عنه؟ سلسلة الكذب. فما يصح عن احمد، لاحظ بيقول لك لا لا لا، هذا ما لانه قالوا انه هذا رواه حنبل، وحنبل عنده تفردات وكذا. وطيب هون اللي مروي بسلسلة الكذب اصلا هذاك احمل وثقوه وكذا الى اخره، لكن انه قالوا انه متفرد الى اخره، مع انه غير صحيح هذا، يعني كما انا ذكرت في التسجيلات. وهون البيهقي لما ينقل عن ابن عباس استوى استقر، لا هذا منيح، هذا بسلسلة الكذب، شايفين على الانتقائي اللي عندهم.
وهذا أيضا هنا التوثيق من كتاب بداية والنهاية، جاء رب جاء. أكثر من ذلك، من الإمام أحمد يؤول أصلا آية إنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بيقول لك بعلمه، لاحظ، ويرد على الجهمية، بيقول لك لاحظ إنه الجهمية الذين قالوا إن الله معنا وفينا واحتجوا بهذه الآية، بيقول لك لا، الآية معناها بعلمه. أكثر من ذلك، من يقتصر على تلاوة هذه الآية عند أحمد فهو جهمي. لاحظ، لاحظ هنا، هذه بيقول لك إنه قيل لأحمد، لاحظ، إنه إن رجلا قال: أقول كما قال الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره، مع أنه هذا نرضى، نحن نرضى من الوهابية أنه يقول ثم استوى العرش ويسكت، أنه بل يداهم مستطاع ويسكت، نرضى به، نرضى، لا يتجاوز، لا، بيقول لك إذا تتجاوز، إذا فقط تقتصر على هذا دون أن تؤوله فأنت جهمي. لاحظ، بيقول لك أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله الإمام أحمد: هذا كلام الجهمية. قلت: فكيف نقول؟ بيقول لك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع، علمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، وعلمه معهم. بدك تقول كان الله، لما بدك تذكر هذه الآية، أو لما بدك تستدل بها، بدك تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع، بدك تقول بعلمه، يعني علمه في كل مكان. أما ابن عثيمين استشكل، قال: كيف الله على العرش ومعه صفاته، كيف سينفصل منه العلم ويصير تحت تحت؟ لذلك قال: لا، هو نفسه معنا، لكن هو نفسه معنا، لكن هو على العرش. هيك قال في تسجيل له. هيك الوهابي بيركب راسهم. عفوا. طيب، اذا لاحظ هون ايضا، الا قد تجهم ان واحد تلا ما يكون من نجوى ثلاثة الا رابع، قال قد تجهم. طبعا هنا انه هذا رجل قال ان الله معنا وتلا هذه الايه، انه ما يكون من ثلاثة الا هو رابع، يعني استدل على المعيه بهذه الايه، قال قد تجهم. شوف، يعني هذه فيها وما فيها، لكن هون ما قال شيء الزلمه، ما قال ان الله معنا، بس قال انا اقول ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابع. يعني هون هذا الرجل استدل بالآية على شيء هو ادعاه، إن الله معنا، وبعدين جاب هذه الآية، مع أنه هو في آية أخرى: وهو معكم أينما كنتم. هو قال تجهم، يعني هو منقول فيها وما فيها، لأنه استدل على شيء، يعني أو نطق بشيء مثلا ليست في الآية، ليس في هذه الآية، نعم، لكن في آية أخرى: وهو معكم. لكن هون فقط الرجل قال: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، انه انا اقول هذا ولا اتجاوز، لا، بلك هذا كلام جميل. تصور واحد اشعري قال لك: اذا تقول ثم استوى على العرش وتسكت، ولا تقول استوى بقهره او استوى بمعنى استولى، فانت مشبه جسمي، مجسم. تخيل واحد اشعري قال لك: بل يداه مبسوطتان، اذا تقول هذا وتسكت، ولا تقول اليد هنا بمعنى انه خلقه لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، او بل يداه مبسوطتان، يعني ان الله كريم، وهذا نص عليه من دينية، يداه مبسوطتان يعني جواد، كما في الجواب الصحيح لما رد على النصارى وقالوا انتم مسلمون ايضا عندكم ان الله مركب من اجزاء واعضاء وكذا، حتى يعني يبرر النصارى قولهم بان المسيح هو ايضا هو انسان واله، فالنصارى قالوا ايضا المسلمون هكذا يقولون، وراحوا يحتجوا بالايات المتشابهة. هذا من عهد ابن تيمية، وانا في عهدي انا لما تناقشت مع النصارى على غرفة بالكلوب هاوس، أيضا رأيتهم، كنت فوت بغرفة وطلع بغرفة، وإذا هؤلاء يستدلون بالآيات المتشابهة النصارى على أن الله أيضا عند المسلمين أيضا هو بشر، ولأنه له يد وقدم ورجل وكذا، فأنا تصديت لهم ورددت عليهم، والمناظرة منشورة عندي على 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 قناتي. انتوا بس اكتبوا كلوب هاوس بيطلعوا لكم المناظرات. ايضا الامام احمد، طلع عليكم المجلس، يقول عمن قال بان القران مخلوق: هو شر من قول الجهميه. محمد احمد ومحمد بن يحيى الزهلي، لاحظ، هؤلاء هجروا البخاري لقوله بانه ايش، بي 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 من اجل مساله اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. لاحظ، من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لا يجالس ولا يكلم ولا يكلم. لاحظ، وبعدين إيش قال محمد بن يحيى الذهلي؟ أنه من ذهب إلى من مجلسنا
إلى مجلس محمد إسماعيل البخاري فاتهمه، لا يحضر المجلس هنا. فهذا إذن متهم عندهم. هون يصرح ابن تيمية، طبعا هذه نصوص المرة الماضية، ابن شمس لما تعرض لهذه القضية وقال لك الزهلي أخطأ وكذا، ما تجرأ يأتي بهذه النصوص. أن ابن تيمية يقر بأن هذه البخاري يقول باللفظ بالقرآن مخلوق، وأنه حدثت فتنة بين السلف، وابن القيم أيضا يقر بذلك. لاحظ لك، حصل بذلك بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة، وحصل بين البخاري ومحمد بن الزهري في ذلك ما هو معروف، وصار قوما مع البخاري كمسلم الحجاج ونحوه، قوما عليه كأبي زرعة الرازي. المهم، إيش يقول البخاري؟ لحظة، إيش يقول أحمد في هذا؟ ماذا يقول أحمد في اللفظية؟ من يقول لفظ القرآن مخلوق؟ لاحظ لك، اللفظية شر من الجهمية. مين هذا قال؟ قال به أحمد. يعني لما يقول أحمد أنه هؤلاء الذين يقولون أن الله يتكلم بصوت، هؤلاء جهمية زنادقة. طيب، هذا بيقول لك شر من الجهمية من يقول لفظ القرآن مخلوق. مين قال لفظ القرآن؟ البخاري مسلم، كما اعترف بذلك ابن القيم وابن تيمية. إخواني، لا تعذبوا أنفسكم مع الوهابي، ايتهم بنصوص ابن تيمية وابن، لأنه ممكن ينكر أن الوهابي، ممكن ينكر أن الله، أن البخاري تكلم بهذه المسألة، أنه ما قال، أنه بيقول لك ما قال أن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق. جيبي له نص ابن تيمية. ها، نص ابن تيمية، شوف، حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة، والفتنة بين مين وبين؟ بين البخاري وبين محمد بن يحيى الزهلي. هذه اللي بيقول لك دمشقية، أنتم مختلفون، الأشاعرة وماتريدية مختلفون، الأشاعرة بين بعضهم مختلفون. شوف، هذا فرقة وفتنة. تمام، يقول لك، بتجيب له مسائل اختلف فيها السلف العقيدي، بيقول لك بعضهم، بيقول لك لا، هذه يعني لا يفسد الود قضية. يعني بيقول لك مثل ما هذا واحد اللي يعني على قناة، على مجموعة الفيسبوك، ايش انتجت بقى انت؟ لاحظ، حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة. عم تجد يعني انت، وحصل بين البخاري ومحمد بن يحيى الزهلي ما هو معروف. وهنا ايضا يقر ابن القيم، لاحظ، بانه الزهلي قال من يقول، من زعم لفظ القرآن مخلوق لا يجالس ولا يكلم، وبالتالي لا يذهب الى مجلسنا محمد بن، الى من ذهب الى مجلس محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه، لا يحضر مجلسه الا من كان على مذهبه، يعني انه لفظ القران ما مخلوق. وهنا طبعا الروايات كثيره عن احمد. لاحظ انه ايضا مو بس جهمي ولا يصلى خلفه، ولو انك لاحظ بيقول لك لا يصلى خلفه. لاحظ انه الفرق الجهميه ثلاثه، فرقه قالت القران مخلوق، وفرقه قالوا كلام الله وسكتوا، وفرقه قالوا لفظنا بالقران مخلوق. لاحظ، بيقول كل هذا، بيقول لك ولا فإن صلى رجل أعاد، ولا خلف، لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق، الفرقة الأولى، ولا خلف واقفي، إنه من سكت، من الصحابة سكتوا ما تكلموا في هذه المسألة باعتراف الألباني كما في المجلس الأول، ولا خلف لفظي، يعني ما نقول بالقرآن أن لفظي بالقرآن مخلوق. لاحظ، ويسأل أنه أحمد لفظي من عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه؟ يقول لك لا يصلى خلفه، ولا يجالس ولا يكلم ولا يصلى عليه. لذلك هجروا محمد بن إسماعيل، بل ذكره ابن أبي حاتم في الضعفاء، عفوا، في كتاب الجرح والتعديل، وقال هذا تركه أبي أبو زرعة. وجه هذا بدي، هذا يتزاكى، هذا ابن شمس بدي أعمل لك مجلس علي. هذه أكثر من ذلك، الإمام أحمد، تعرف هذا لفظ حديث الشاب الأمرد اللي هو حديث عكرمة عن ابن عباس، لأنه فيه له عدة روايات. هذه من هذه الرواية: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. لاحظ، بيروح بيجيب لك عن هذا ابن صدقة، بيقول لك من لم يؤمن بحديث عكرمة، هذا عكرمة، فهو زنديق. لاحظ، اتركك هذا ابن صدقة. أحمد بيقول لك هذا حديث رواه الكبر عن الكبر، او الكبر عن الكبر، عن الصحابه، يعني الناس الكبار، يعني الكبر عن الكبار، عن الصحابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك في ذلك او في شيء منه فهو جهمي، لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. حديث الشاب الامرد. لاني هذول الوهابي لما بيناقشوا الشيعة بيقولوا انتم عندكم هذه تعتقدون بالشاب الامر، بيقول لا لا لا، ما نقول به ولا كذا، بيروح يجيب لك كلام ابن تيميه كذا. طيب، شوف احمد الشاب يقول لك من ينكره هذا الشيء جهمي، لا تقبل شهادته ولا يسلم ولا يعاد في مرضه.
معناتها هذول الوهابيين اللي عم ينكروا هذا الاثر ويتبرؤوا منه امام الشيعه، مع اني اصلا اني ايضا جهميه. ايضا احمد في الاعتقاد هذا المنبل، فضلا عن قضيه انه هو ينكر الجسم وينكر انه لله وجه كالصوره، بيقول لك لا، هذا من يقول بهذا وقد الحد، وينكر هنا ويقول لك انه لله يدين ليس تاجر احد، كل هذا من النفي المفصل عند ابن تيميه وعند الوهابيه، هذا كل هذا بدعه، وانه شوف ما انكر من يقول بالجسم وكذا. بالاخير بيقول لك وسئل قبل موته عن احاديث الصفات، انتم بتحبوه هذه، قبل الاشعري فلان قبل موته من الاشاعره تاب قبل موتي بيومين. طيب شوف ايش بيقول لك احمد قبل موتي ايش قال؟ تمر كما جاءت ونؤمن بها ولا نرد منها شيئا اذا كانت باسانيد صحاح ولا يوصف باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه ليس كمثل شيء ومن تكلم في معناها ابتدع. انت تقول بهذا من تكلم في معناها ابتدع، ام عندك انت تفويض شر مذاهب اهل البدع كما قال بذلك ابن تيميه. شوف انه نحن لا، يعني المقصود من هذا، انا اتيت بهذا لما رددت على الواتساب قلت له احمد اذا قال بحديث الصوت فانما لانها صحت عنده هذا شيء، وشيء ثاني لا يتكلم في معناها، من تكلم في معناها ابتدأ، فاذا هو مفوض وهذا لا شيء فيه عندنا. اذا تقول بحديث الصوت دون معنى، واحمد ايضا يقول هذه الاحاديث، لاحظ قال ابو عبد الله احمد محمد نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى، لاحظ ابن تيمية وفي دار تعاضد العقل والنقل يؤول ويحرف كلام احمد، يقول لك اي لا كيف، هنا نفي الكيف، يقول لك لا لا نكيفها، هي الا كيف بس احنا من كيف ما بنذكره، احنا لا نعلمه لانه لا معنى، يعني لا نحرفها بالتاويل، ما هو هذا نفسه تحريف لكلام احمد. لاحظتم؟ انا لن اطيل معكم، اطيل عليكم. طيب هنا هذه خذوا بقى هذه القنبله الذريه، انه بيقول لك ابن تيميه بيقول لك قول القائل ان القران حرف وصوت قائم به بالله بدعه، وايضا القول المقابل انه معنى قائم بذاته بدعه، لم يقل احد من السلف لا هذا ولا هذا. بعض الوهابي تزكى قال يعني هو يقصد انه اذا اقتصرت على ان القران حرف وصوت قائم به، او اذا اقتصرت على انه معنى قائم به، يعني اقتصار هذا على هذا أو هذا بدعة، لكن إذا قلت أن القرآن كلام الله تكلم الله به بحرف وصوت وهو معنى قائم به هذا سنة. هذا الذي يقصد ابن تيمية. طيب أكمل كلام ابن تيمية وشوف كيف بيرد عليك، بيقول لك هذا بدعة، لم يقل السلف لا هذا ولا هذا، المفروض كان يقول بل قالوا كليهما، قالوا بكليهما السلف، المفروض هيك يقول، لأنه هو هيك هذا الوهابي قال لي المفروض انه تجمع بين القولين، انه تقول القران حرف وصوت قائم به وهو معنى قائم به ايضا، انه تجمع بين القولين انه قول ومعنى، لانه بيقول لك في اقوال اخرى لابن تيميه انه يقول لك القران بحروفه واصواته ومعانيه هو كلام الله. طيب لكن هون هذا هون عم بيسالوا احد القضاه هون لانه ابن تيميه لما بيسالوا القضاه شيء بيقول لك لا لا، بيقولوا انت تقول بالجهه، بيقول لك لا لا انا ما قلت بالجهه، منين؟ شوف الذي يطلب منه، اما قول القائل الذي يطلب منه، يعني ابن تيميه ان يعتقد ان ينفي الجهه عن الله والتحيز، قال فليس في كلامي هذا اللفظ، لان اطلاق هذا اللفظ لم فيه اثباتا بدعه، وانا لا اقول الا بما جاء به الكتاب والسنه واتفق عليه السلف. لما بيروح على البيت بقى لا يكتب بقى بيان تلبيس الجامع، بيقول لك لا الجهه اجمع عليه السلف، وهون بيقول لك ايضا الحرف والصوت قال به احمد، و يعني هون لاحظوا قبل ان ننزل الى تحت، المهم بيقول لك ايش؟ اكمل هذا الكلام كيف، بيقول لك وانا ليس في كلامي شيء من البدع بل في كلامي ما اجمع عليه السلف ان القران كلام الله غير مخلوق. يعني السلف ايش قالوا؟ فقط قالوا القران كلام الله غير مخلوق، هذا رد على هذا اللي قال لي لا لا انت المفروض تجمع بين القولين، المفروض كان يقول لا واجمع عليه السلف ان القران بحروفه ومعانيه والفاظه فيه يعني من الله او. لاحظ هون لما تنزل شوف ابن تيميه كيف هون بيجيب لك انه بيعترف بأكثر من ذلك، بأنه هذه المسألة ما تكلم فيها إلا بعد المئة الثالثة. شوف سئل في مجموع الفتاوى إن كلام الله هل هو حرف وصوت، بيقول لك إطلاق الجواب في هذه المسألة فيه إثبات خطأ، بل هي من البدع المولد الحادثة بعد المئة الثالثة. لاحظتم؟ وهذا بيعترف فيه هنا في مجموع الفتاوى، وبينقل عنه هنا الدكتور المحمود في كتابه هذا الموقف ابن تيمية من الأشعري، أنه هذا من البدع المولدة، البدع الإيش؟ من البدع المولدة، الكلام فيها، فإذا شيء بدعة مولدة كيف يكفر عليها الإنسان؟ أنت تقول أحمد كفر من قال بها،
طيب هذه بدعة. هون لاحظ، هذه ما هذا كتاب الإمام ابن جرير ودفاعه، ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف. شوف ايش بيعترف لك، بيشرح لك كيف ايش يعني مولدة، في بدعة مولدة في 100 ثالثة. لاحظ بيقول لك، بين شيخ الإسلام هذه القضية، تكلم بحرف وصوت، أنه هذه القضية حدثت في زمن متأخر في حدود 100 الثالثة، وانتشر في 100 الرابعة. بمعنى أن الكلام ايش يعني بدعة مولدة هذه قضية الصوت، أن بمعنى أن الكلام فيها حدث بعد أن لم يكن موجودا في عهد الصحابة والتابعين. الله يجزيك الخير والله. بتريحنا. هذا رد على غرفة هذه، حوار غرفة هذا الواتساب، مجموعة اسمها حوار الأشعرية. دخلت أنا قلت له هذا الحكي وكذا، بعدين طردوني. أنا طبعا في مناظرات عملتها معهم، أنا إن شاء الله سأسجلها وأنشرها، هي مسجلة يعني موجودة. فشوف هذا الكلام. طيب نحن قربنا على الانتهاء، ايش ضل عنا؟ بنجي حديث ابن مسعود، هذا اللي بيحتج فيه حديث ابن مسعود، اللي هو انه ان الله اذا تكلم، لاحظ وين هذا، بس انا بجيب لك، انه اذا قضى الله امرا في السماء ضربت ملائكة الاجنحه جميعا، لقوله ولقوله صوت كصوت السلسله، قوله صوت كصوت. هذا حديث ابي هريره، لكن نحن في حديث ابي، في حديث ابن مسعود. لاحظ هذا حديث ابن مسعود، هذا الذي شوف حديث ابن مسعود، اذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسله على صفوان. قال ابي يعني احمد، هذا الجهميه وهذا الجهميه تنكره، وهؤلاء كفار يريدون ان يموهوا على الناس. وقلنا نحن سبق انه السلف وبعض اهل الحديث وكذا كفروا بانكار حديث اقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، اللي هو اثر مجاهد الضعيف. هذا اللي اللجنه الدائمه قالت لك لا، اثر ضعيف منكر. اذا يعني واذا قال انه هذا تقول الجهميه، ما هنيك ايضا اثر من قال كما نقل الخلال، قال انه من انكر هذا الاثر اقعاد النبي على العرش جهمي وكافر ويقتل ويسلخ ويذبح. يا لطيف. يعني واذا قال بدك تقول قال هذا، فهذا هون كلام. لاحظ هذا هون اللي بيتكلم عن اثر ابن مسعود، شوف عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود. لاحظ، اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصال. اذا في بعض الروايات للسماء صلصال، لاحظتم؟ وهون انه في روايه اخرى، اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء، اهل السماء عفوا. اي طيب، تعال نزل لتحت، ايش بيقول لك هذا؟ بيقول لك هذا الرجال الثقات، الا ان فيه تدليس المحاربي والاعمس والاعمش. هاد كلاهما فيه، لاحظ، لكن هذا فيه الاعمش فقط، تدليس الاعمش، انه سمع اهل السماء للسماء صلصلة، يعني هنا الصوت منسوب للسماء. لكن هون هذا فيه المحاربي والاعمش، كلاهما مدلسان، كلاهما مدلسان وقد عنعنا عصم. اذا وهنا لما ترجع الى، شوف الانتقائيه حتى، انه لما هذا شيء وضحته انا سابقا، لما ترجع الى حديث ابن مسعود تنظر في الروايات، شوف الروايات التي تحتها خط اخضر، التي تحتها خط اخضر، هذه انه سمع اهل السماء صلصلة فقط. لمين هذه الصلصلة؟ مش مذكور. لكن اللي تحت خط احمر، لان بين اللي شوف انه كما قال ابن معين، انه اللي اذا لم نكتب الحديث من 50 وجه وفي رواية من 60 وجه لم نعقله، او لم يتبين لنا صوابه من خطأه. لاحظ، وان الحديث يفسر بعضه بعضا، هكذا قال احمد. لاحظ في الروايات الاخرى، هون اللي تحت خط اخضر، سمع اهل السماء للسماء صلصلة، اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء صلصلة، مو مبين الصلصلة، صلصلة لمن؟ طيب هون اللي تحت خط احمر، انه سمع اهل السماء للسماء صلصلة، وهذه طبعا كلها مخرجه، هذا في سنن ابي داود، هذا في الاباني الكبرى، وهكذا. وهنا ايضا كل هذه سمع اهل السماء للسماء صلصلة، لاحظ كل هذه مخرجه هنا. فقط في روايه هذه المحطوط عليه خط ازرق، هذه سمع اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء، اللي هذه اخرجها مين؟ عبد الله في السنه، اللي فيها شخصان مدلسان المحاربي. ويعني روايه اصلا انتم انتقيتموها من روايه، من شوف كم روايه، 18 روايه، انتقيتم روايه من 18 وفيها علتان، ومع ذلك تقولون بها، ايش بدك اكثر من هيك انتقائيه؟ ولاحظوا هذا هون كتاب السنه، وهذا هنا سمع له اذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة.
يقول لك هذا الجهمية تنكره. طيب ما المانع؟ إذا هو لم يثبت، يقول لك فيه المحاربي ولم يدلس، وفيه أيضا هذا أيضا فيه، لأنه شوف المحاربي عن الأعمش كلاهما مدلسان. واحد عم يضعف حديث ما صح يعني. يعني الجريمة هذه لاحظتم؟ لاحظ سمع لاحظ إذا تكلم الله بلوح سمع أهل السماء له صلصلة. لاحظ هنا في هذه الأعمش، لاحظ الأعمش هذا مدلس كما يقول عنه هنا. طيب هذه آخر، أظن هذا آخر، طبعا هذا آخر هنا. أخيرا هذه أنا أريكم المناظرة أو الرد، يعني هذا رد يعني على من استدل. هذه طبعا أنا عملت لها يعني أنا نشرت على نشرت هون على نشرت على قناتي هنا هذه صواريخ صناعية الذكر الوهابية على الواتساب الذي يحتج بإثبات أحمد. هذه الجزء الثالث، هي ثلاثة أجزاء أنا نشرتها هنا، يعني فقط كلام شفهي، لكن هنا كلام موثق الآن يعني. وهذه هنا أنا فقط سأستعرضها لكم من الواتساب يعني. طبعا هي ليست مرقمة بالترتيب، لكن أنتم اقرأوها. لاحظوا هنا يحتج علي بهذه الروايات عن أحمد في الصوت، وهنا أنا أرد عليه بهذا الكلام اللي هو بالأخضر يعني. يعني أنتم اقرأوها، اقرأوا هذه الرسائل و يعني تدبروها. في هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين.